خبر مؤسف. هل تذكرون الفنانة المصرية الجميلة جيهان فاضل؟ شاهدها الآن بعمر 48 عام. هتصدمك، تعمل بائعة في سوبر ماركت. جيهان فاضل حديث الجمهور بعد عملها بائعة في سوبر ماركت تقوم ببيع الجبنة والزيتون. عاد اسم الفنانة المصرية جيهان فاضل ليتصدر عمليات البحث الأكثر رواجا عبر منصات السوشيال ميديا رغم ابتعادها عن الفن قبل أكثر من 10 أعوام. جاء ذلك بعد قيام أحد الأشخاص خلال الساعات الماضية بالكشف عن المكان الذي تعمل فيه الفنانة المصرية، مشيرا إلى أنها حاليا تقيم في كندا وتعمل كبائعة في سوبر ماركت هناك. وتم تداول صور قيل إنها للفنانة خلال عملها في السوبر ماركت، مع تعليقات تشير إلى إنها غادرت مصر قبل 10 سنوات بسبب آرائها السياسية، وإنها اعتزلت الفن واصطحبت أولادها معها. وكانت الفنانة المصرية قد فجعت بوفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي قبل ما يقارب 9 سنوات بسن صغير، حيث وافته المنية بشكل مفاجئ بسبب أزمة قلبية، لتقرر الابتعاد بأبنائها الأربعة وهم زياد وأتهم وغالية وحبيبة، والاهتمام بهم. وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الخبر المحزن معبرين عن حزنهم لما وصل إليه حالها، فيما رأى البعض إنه لا يوجد عيب بالعمل وأن قرارها الاعتزال والابتعاد عن مصر والتفرغ لأولادها خاصة بعد وفاة زوجها هو قرار شجاع جدا، يؤكد إنها امرأة قوية وتستحق كل التقدير. بينما قال البعض أن الفنانة المصرية جيهان فاضل تعرضت للظلم من قبل الدولة بسبب مشاركتها في ثورة 25 يناير وبسبب شجاعتها السياسية هي من فعلت ذلك بها. وجاء في التعليقات قيمتها في نفسها وعقلها وكرامتها مش في شغلانتها، كل الحب والاحترام والتقدير لجيهان فاضل. فيما طلب البعض نقابة التمثيل التأكد من هذه المعلومة والتواصل مع الفنانة ومساعدتها في حال كانت المعلومات صحيحة بغض النظر عن توجهها السياسي. يشار إلى أن جيهان فاضل كانت في الجامعة حين اكتشفها المخرج خيري بشارة من خلال بعض العروض المسرحية الجامعية التي كانت تقوم بها والأعمال التي كانت تقدمها مع عدة فرق على مسرح الطليعة، وقدمها لأول مرة في فيلم آيس كريم في جليم الذي عرض عام 1992 لتقف في أولى أعمالها التمثيلية أمام الفنان المصري عمرو دياب. وشاركت جيهان فاضل بعدها في عدة أعمال في فترة التسعينيات من أبرزها التحويلة وإنذار بالقتل وأرض أرض وجبر الخواطر، وهو آخر أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب. ومن أبرز أعمالها في السينما فيلم سهر الليالي الذي شاركت فيه إلى جانب منى زكي وشريف منير وأحمد حلمي ونخبة من النجوم. أما في التلفزيون فكان أبرز أعمالها مسلسل أرابيسك إلى جانب صلاح السعدني وهشام سليم وسهير المرشدي ونجوم آخرين. بدأت علاقة جيهان فاضل بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي الذي قدمت عليه العديد من الأعمال المسرحية، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التلفزيون الذي حققت من خلاله شهرة ونجومية فاقت نجوميتها بالسينما. وبرغم بدايتها القوية في عالم الفن إلا أنها اختفت في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد ثورة 25 يناير حيث لم تشارك في أي أعمال فنية، وقد يرجع السبب في ذلك إلى اهتمامها بأولادها ودخولها في حالة نفسية صعبة بعد وفاة زوجها عمرو حمدي مصمم الأزياء تاركا لها 4 أولاد. وتوفي زوج جيهان فاضل بشكل مفاجئ حيث أصيب بسكتة قلبية ولم يستطع الأطباء
إسعافه. وتعتبر جيهان فاضل من مؤيدي ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وشهدت أكثر من مرة بصحبة زوجها وأولادها في ميدان التحرير. بزغ نجمها السياسي مع اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011، حيث كانت من أولى الفنانين الذين شاركوا بها، وظلت آرائها السياسية لفترة طويلة مسار جدل، خاصة بعد سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، فاحتجبت مرة أخرى عن وسائل الإعلام ومارست مشاركتها السياسية من خلال إبداء آرائها عبر حسابات التواصل الاجتماعي. نرصد لكم في الفيديو التالي 14 معلومة عن الفنانة المصرية الجميلة جيهان فاضل. ولدت في 11 مارس عام 1973 بالقاهرة، والدها كان مهندسا معماريا ووالدتها أستاذة جامعية. تخرجت في كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. بدأت علاقتها بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي الذي قدمت عليه العديد من الأعمال المسرحية، اكتشفها المخرج خيري بشارة وهي لا تزال في الجامعة، وقدمها للجمهور في فيلمه آيس كريم في جليم عام 1992 مع الفنان عمرو دياب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والفن. تزوجت من مصمم الأزياء عمرو حمدي الذي توفي إثر أزمة قلبية حادة عام 2012، ولديها منه 4 أبناء هم زياد وأتهم وحبيبة وعالية. حققت جماهيريتها بشكل أكبر من خلال التلفزيون الذي قدمت على شاشته عددا من المسلسلات شاركت فيها مع كبار النجوم، مثل مسلسلات أرابيسك مع صلاح السعدني، وامرأة من زمن الحب مع سميرة أحمد، وفي إيد أمينة مع الفنانة يسرى، وموجة حارة، وتحت السيطرة، وأعمال أخرى. عملت بعدد من الأفلام السينمائية أشهرها امرأة هزت عرش مصر، والتحويلة، وإنذار بالقتل، وأرض أرض، والشرف، وسهر الليالي، وجيش طيابة، وغيرها الكثير من الأعمال. شاركت في تظاهرات ثورة 25 يناير مع زوجها، رافضة أن يكون سبب نزولها ميدان التحرير هو تحقيق الشهرة التي لم تحققها من خلال التمثيل، مشيرة في لقاء تلفزيوني مع طوني خليفة إلى أنها عندما نزلت الميدان يوم 25 يناير لم تكن تعرف أن الأمر سيتطور بهذا الشكل وستصبح ثورة حقيقية. نفت ما تردد عن تعرضها للتحرش والاعتداء خلال تواجدها بمظاهرات ميدان التحرير، وقالت أن الأمر كان مجرد تزاحم وتدافع من كثرة المشاركين في المظاهرات، وقام بعض الثوار بإدخال أحد المقاهي بالتحرير وجلست قليلا، ثم جاءت سيارة أحد الأصدقاء وركبت فيها بصحبة المذيع يوسف الحسيني وابتعدت عن الزحام والتدافع. أشاع البعض خبر زيارتها لرئيس مجلس الشورى الأسبق صفوة الشريف في محبسه من أجل الحصول على أفلام مخلة لها قام بتصويرها، إلا إنها قالت أعتقد إنه كان يعمل هذا الأمر مع الفنانات أيام صلاح نصر فقط، وأنا وقتها كنت طفلة متابعة، أنا لم أشك في تصوير أفلام مخلة لي لأني ليس عندي شيء عملته أخجل منه، وحتى لو تم تصويري هيكونوا صوروني مع زوجي، لكن في النهاية لو هذا حدث ووضعوا كاميرات لي في غرفة نومي فأنا لا أحب الناس كلها تراني في غرفة نومي. كشفت عن إنها لا تستطيع أن تظل فترة طويلة بدون تدخين، لافتة إلى إنها بدأت التدخين منذ كانت في الثانوية العامة، حيث كانت تكمل السجائر بعد جدتها، ثم تطور الأمر بسرقة السجائر من جدتها لأنها كانت تخجل من شراء السجائر، وأن هذا الأمر لم يستمر طويلا حتى علمت العائلة. اتهمها المحامي سمير صبري بقلب نظام الحكم بعد ادعائها بأنها دعت لنزول التظاهرات
الإمارات لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها ردت متهكمة عبر حسابها على تويتر فكتبت: قلب نظام الحكم مرة واحدة، ده أنا طلعت جامدة قوية. نافية أن تكون دعت لنزول أي تظاهرات عبر حسابها الشخصية. تعرضت لصدمة نفسية عنيفة بعد وفاة زوجها عام 2012 جراء هبوط حاد في الدورة الدموية.